أنا أريد أن أتصل بخالد الوصابي، هذا اتصال مباشر. يقبل يدق على تلفونه، له أن يجيب، وطبعا هو لا يجيب. خالد الوصابي شيل التلفون. هذا يدق على لا يجيب. مرة أخرى نحاول. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على من اتبع الحدى، هل أنا مع نعم السلام عليكم الوصابي؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله، وهداك الله إن شاء الله يا خالد الوصابي. نعم معك خالد الوصابي من قناة صبا. أنا حسن الله ياري معك. الآن تريدون أن تتحدثوا على أي موضوع فأنا في خدمتك. موضوع المناظرة وتعيين وقت المناظرة، وأيضا أي شرط لكم في المناظرة فأنا في خدمتك أيها الشيخ الخالد الوصابي، فأنا في خدمتك، فتفضل. أنا أتحدث معك فقط على الهواء أمام الناس. نعم نعم، أنا أريد أن أتفق معك الآن على موضوع المناظرة وزمانها ومكانها. نعم. فنحن نوافق على مناظرتك من قناة صفا على أن يحدد الوقت ونظهر نحن من قناة صبا وأنت تظهر من قناتك، هل أنت موافق على ذلك؟ نعم نعم نعم، أنا بالخدمة وهذا يكون ما هو مطلوبي. نعم، ولكن بشرط هنالك، لأنني بوحدي أظهر على هذا القناة. هذا مطلوبك؟ نعم، وأنتم نعم لا بأس أنتم تبثوا المناظرة في نفس الوقت من قناتكم، هذا نعم. لا مانع من ذلك عندي، ولكن لا يكون هناك إلا مناظر واحد معي. لا تأتي إذا تريد أن تأتي بمجموعة الآن قل لي، ربما أقبل ذلك، ولكن عليك بالإبلاغ من الآن إذا تريد لا أن يأتي معك. أنا بمجموعة، أنا أناظرك من قناة صفا، أنت تظهر من قناتك وأظهر من قناة صفا. الحمد لله رب العالمين. لكن لابد أن نحدد الآن الموضوع الذي سيطرح. هل تريد والزمان الآن السؤال الآخر، هل تريد أن يكون هنالك شخص آخر معك يظهر في نفس الوقت على القناة معك أم لا؟ أم تظهر فقط أنت بوحدك؟ أن يكون المذيع هو الذي يتحكم. لا أنا لا أريد أي مدير، أنا لا أريد أي مدير. مدير لا يكون من عندكم ولا من عندنا، أنا وأنت. لا إذا تريد مساعدا، لا أنا لا أريد مديرا للمناظرة. كيف تريد المناظرة؟ لا نعم، أنت يكون عندك من يحسب لك الوقت. خارج الكاميرا هناك جالس شخص يعلن لك الوقت. بل وأنا الآن نفس الشيء، لا أريد أي مدير، لأن كيف وأنا لا أثق بك ولا أثق بمديريك، لا أثق بك ولا بمديريك. كيف هذا؟ ومن الذي سيحكم بيننا؟ أنت وأنا وأنت والناس والله يحكم بيننا. طيب من الذي سيحكم بيننا؟ من الذي يحكم بيننا بأي شيء؟ بتقسيم طيب الوقت. من الذي سيحكم بيننا؟ بتقسيم الوقت. بتقسيم الوقت. ومن الذي سيقسم الوقت؟ هذا أنت لا تقدر أن تؤقت خمس دقائق لك خمس دقائق لي. في تقسيم الوقت، من الذي يقسم الوقت؟ ومن الذي سيحكم؟ يقول يا فلان أنت تجاوزت وقتك وأنت يا فلان لم تتجاوز. أنت لتقسيم الوقت لك أن يجلس معك خارج الكاميرا. خارج الكاميرا شخص أمامك يعلن لك الوقت. متى خلصت وقتي يعلن لك. أريد الآن أن أقول من الذي أنا لا أخي الجليل، هذا لا يكون. يكون المناظرة بيني وبينك ويكون المدير من جانبك. يكون المناظرة بيني وبينك ويكون المدير المناظرة من جانبك. هذا ليس بإنصاف، هذا ليس بإنصاف. وأنت تطلع على قناتك صحيح، ولكن إذا أنت تريد أخي أخير. لكن لابد من طرف ثالث يحكم بيننا. أنا أقول لك، أقول لك أخي الفاضل، إذا تريد أن يساعدك في المناظرة شخص
إذا تريد أن يساعدك شخص في المناظرة. طيب ما هو الموضوع الذي تريد أن تتحدث عنه؟ دقيقة الآن أن نتحدث أولا. لا ليس هناك مناظر ثاني، أنا يكفيني أنا بحمد الله. الحمد لله. إذا تريد هذا لك أنا أعطيك. لست بحاجة إلى واحد آخر. أنا أعطيك هذا الحق أن تأتي يأتي معك خمسة مشايخ أخرى. أنا أقول لك الآن خمسة مشايخ أخرى يأتي معك، ولكن في المناظرة ويبقى شيء. ولكن المدير لا يكون بيننا إلا أنا وأنت. المدير فقط أنت وأنا. المدير فقد أنت وأنا، ليس هناك مدير آخر. ما هو الموضوع الذي سنتحدث بين الموضوع الذي نتحدث عنها هو أن أبا بكر وعمر وعائشة الآن في جهنم. موضوع هذا أنا أثبت لك من كتبك أن أبا بكر وعمر وعائشة الآن في جهنم، أثبت لك من كتبك. وإذا فشلت في ذلك فعليك بأن تحكم بما يعني أنت. الموضوع الآن الموضوع الذي يكون بيني وبينك هو الآن حاليا طبق أحاديث رسول الله وطبق آيات القرآن الكريم، أبو بكر وعمر وعائشة في النار. هذا الموضوع صحيح. صحيح يا رجل. صحيح. قبلت ذلك؟ قبلت ذلك؟ مجموع هؤلاء الثلاثة ولا مجموع الصحابة؟ لا ليس مجموع الصحابة، أبو بكر عمر عائشة هؤلاء الثلاثة في النار الآن. هذا موضوعنا، هذا موضوعنا بيننا وبينكم. إذا لم أثبت يعني أن الصحابة كل لحظة يا رجل اسمعني. نعم جيد ممتاز أنا سأناظرك فيه، لا إشكال عندي أنا فيه، لكن السؤال الثاني أن الصحابة كلهم في الجنة إلا فقد نتحدث عن هؤلاء الثلاثة، الباقون حسابهم عند الله. أنا لا أتحدث من كان منهم أتقياء ومن كان منهم مؤمنين وأوفياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومن لم يكونوا على هذا الناس في النار. هل المناظرة تكون في الصحابة كلهم؟ لا يكون في الصحابة كلهم، يكون في أبو بكر وعمر وعائشة، لأن هذا رموزكم وهذا قادتكم، وأنت تهرب من أن تدافع عن عائشة أن هي في النار. لا بد لي أن أرددك الآن. هل المناظرة، هل الصحابة كلهم في الجنة إلا هؤلاء الثلاثة في النار؟ أنا قلت لك أن الصحابة من كانوا أتقياء وأوفياء ومؤمنين نعم مبشرون بالجنة، ومن لم يكون على هذا النعش فكعائشة فكعمر فكأبي بكر في النار. لا أجبني أنا مستعد أن أدخل في مناظرتك الآن. لا أناظرك الآن، لا أناظر الآن يا وخالد الوصابي. الآن بيننا فقط، لا تغير الموضوع، لا تهرب، لا تهرب. أنا الآن لا أناظرك. أول الشرائط تقسيم الوقت، تقسيم الوقت والشرائط والموضوع نعينه. هل أنت تقبل؟ أنت الذي تهرب. السؤال إما أن تقول هؤلاء الثلاثة في النار وبقية الصحابة في الجنة. لا أقول بذلك. إن من الصحابة من كان فعله فعل عائشة، ومن كان فعله فعل عمر بن الخطاب، فهؤلاء أيضا في النار. لا أجبني الآن. عندك موضوع إن هؤلاء الثلاثة في النار وبقية الصحابة في الجنة. الحكم وإن أن ناقش موضوع الصحابة إجمالا. لا ليس موضوع هو أبو بكر عمر عائشة هؤلاء الثلاثة. إما أن يكون أنا أثبت أن باقي الصحابة فهذا يحتاج إلى وقت أوسع. مثلا عبد الرحمن بن عوف. إذا قلت إذا تسمحني أن أتكلم لحظة، هل تريد هذا الآن يعلمه؟ علم من صاحبك، بل تعلم من صاحبك، علمه. الآن السؤال تحديد الموضوع، تحديد الموضوع هو هذا. إنك طلبت مني أن أحدد الموضوع لك. الموضوع هو أبو بكر وعمر وعائشة الآن في نار جهنم في غضب الله، في النار في نار جهنم. بشرط أن تقول لي لا، ما تهرب. أنت الذي الجبان الذي ستهرب. أنا سأناظرك في أبي بكر وعمر وعائشة، هل هم في النار أم في الجنة؟ بشرط واحد، أن تقول لي أن بقية الصحابة في الجنة لكن هؤلاء في النار. وإما أن تقول لي أن بعد كل الصحابة في النار، سأناقشك في كل الصحابة. أتحداك أن تحدد لي الآن. أقول لك الجواب، اسمع لي، هذا الجواب الساجد، هذا يتكلم عن بساطتك وقلتك في العلم وافتقارك في الحكمة. اسمح لي حتى أجيب عليك. أن تقول أن الصحابة
الصحابة كلهم في الجنة. الآن أجيب عليك، ليس كل الصحابة في الجنة وليس كلهم في النار. الصحابة كلهم في الجنة إلا هؤلاء السادة. ليس كلهم في الجنة وليس هم كلهم في النار. دعني أتكلم، دعني أتكلم. الصحابة كلهم في النار. الآن دعني أتكلم، حتى إنك سألتني سؤالا يا شيخ. خمسة نناقش موضوع خمسة صحابة. دقيقة. عشرة صحابة كم؟ عدد الآن. لا لابد من تحديد موضوع. هذا هروب، هذا هروب، هذا هو الهروب. في ثلاثة صحابة وإن في كل صحابة وإن في خمسة وإن 50%. قل لي متى خلصت؟ متى خلصت؟ قل لي حتى أنا. كم الصحابة؟ هل خلصت أنت شيخ؟ أتحدث؟ ما هو الموضوع الذي سأتحدث عنه؟ أتحدث الآن، لا تقاطعني. أشكرك. الآن أسكت واسمع. أسكت واسمع. الآن أسكت واسمع. أرجو منك أن تسكت واسمعني. ثلاثة خيارات. ثلاثة خيارات أمامك. لا هذا لا يكمل كلامك. ثلاثة خيارات أمامك. خذ دعني أتكلم. هل كملت كلامك أم لم يكن؟ إيه موضوع المناظرة؟ أنت تقول تريد أن تناظرني على أبو بكر وعمر وعائشة في الدار ولا في الجنة؟ قلت لك أنا مستعد أن أناظرك أنهم في الجنة. لكن بشرط أن تقول لي أن بقية الصحابة. الآن أريد أن أتحدث، الآن أريد أن أجيبك على سؤالك هذا، هل تسمح لي يا شيخ؟ هل تسكت؟ تسكت؟ هذا أسكت دقيقة حتى أتكلم. الآن أقول إخواني الأعزاء، إنه يريد أن أنا أحكم بحكم بقية الصحابة، ما هو عاقبتهم بعد وفاتهم بقية الصحابة بأجمعهم 120. تحديد موضوع المناظرة يا أخي الجليل، دعني أتكلم. تحديد موضوع المناظرة. تحديد موضوع المناظرة. أنت تطلب مني مناظرة في ثلاثة صحابة فقط. نعم في ثلاثة. دقيقة، لأن فائدته هو واضح. إذا تسمح لي. إما أن يكون في ثلاثة صحابة. شيخ خالد، عندك في شيخ خالد أنت تحدث كم الآن في تحديد هذا الموضوع، كم وقت أنت تحتاج؟ أنت تحدث وإذا أنا بدأت لا تقطعني، هل يمكنك ذلك؟ أنا الآن هل يمكنك أن تسكت دقيقتين وأنت تسمحني لأجيب عليك؟ هل يمكنك ذلك؟ أنا بشرط أنت الآن تريد تحديد. دعني أجيبك على شرطك هذا. ما هو الموضوع؟ دعني أجيبك على شرطك هذا، دعني دقيقة، اسمح لي دقيقة يا فاضل يا شيخ أيها العالم، أيها العالم الجليل، دعني أجيب عليك. والله هذا ليس إلا حروب، ليس إلا الهروب. دعني الآن أقول لك يا شيخ خالد المصابي، الآن أقول لك، الآن أقول أجيبك على شرطك، أجيبك على شرطك. بقية الصحابة إخواني الأعزاء، لاحظوا هذا الأمر، إن هذا الشرط غير منصف جدا، لا ربط لها، لأن الشيعة لا تقول بأن جميع الصحابة في النار، إننا نقول بأن من الصحابة من يتكلم بقول عائشة، ومن يفعل بفعل عائشة، ومن يفعل بفعل عمر، ومن يفعل بفعل أبي بكر فهو في النار، ومن الصحابة من اتبعوا نهج أمير المؤمنين عليه السلام، ومن الصحابة من اتبعوا نهج فاطمة الزهراء فهم في الجنة. من هو الفائز ومن هو الشقي؟ الملاك والميزان هو اتباع أهل البيت عليهم السلام، كما جاء في حديث الثقلين. يا رجل افهم كلامي. بل الذين سنناظرهم في عدد الصحابة كمهم؟ الذين سنناظرهم كم عددهم؟ ثلاثة، لأنهم رموزكم، لأنني إذا أثبتت أن عمر في النار، عائشة في النار، أبو بكر في النار، هذا يبطل مذهبكم. لا شغل لي بعمر بن عاص، لا شغل لي بمعاوية، لا يهمني بصر بن أرطاط، لا يهمني هذا. أنا أتحدث معك على أبي بكر، على عمر، على عائشة، وأنت تهرب من ذلك والعالم يشاهد. وهذا شرط ليس بعقلائي، وهذا شرط ليس بمعقول، وهذا شرط ليس بمنصف. أتكلم عن جميع الصحابة، ليس عقيدتي في جميع الصحابة، جميعهم في النار. وإنك لا تسمحني أنا أتحدث، وإنك تقاطعني، أنا أضع لك الوقت، أنت تتحدث وإذا خلصت أنا أتحدث. لك ثلاث دقائق يا شيخ، لك ثلاث دقائق ولي ثلاث دقائق. أنا أتحدث. تحدث يا شيخ لمدتي ثلاث دقائق بعد ذلك نوبتي. أنت بين ثلاث اختيارات. الآن إذا على تعيين. الآن اختلفنا مثلا بنانا في الموضوع تحديد. إنك والله إلى الأبد لا ترضى، أنا أقول لك إنك لا ترضى تناظرني على كفر عائشة وعلى أنها هي في النار. إنك تهرب من ذلك والعالم يشاهد ذلك.
انك تقول انا احكم بانك تناظرني بشرط انا احكم ان جميع الصحابه الا في النار والا في الجنه، وهذا ليس عقيدتي. ليس الصحابه باجمعهم في حكم واحد، اما كلهم في النار اما كلهم في الجنه، ليس هذا عقيدتي، فلا اقبل ذلك الشرط. هذا الشرط خلاف عقيدتي. انا اقبل شرطا هو موافق لمذهبي. لماذا انا اقبل شرطك وهذا شرط خاطئ جدا، احكم بان جميع الصحابه اما في النار اما في الجنه؟ لا أقول بذلك، ليس هذا، لم يكن أبدا هذا عقيدة الشيعة، جميع الصحابة إما في النار إما في الجنة. من الصحابة من هم أتقياء أوفياء أهل التقوى هم في الجنة، ومنهم خونة هم في النار. هذا حكمي في باقي الصحابة، ولا أحكم بأجمعهم بحكم واحد، هذا خلاف القرآن وخلاف الحقيقة. إذا تريد أن تناظرني وتناقشني على أبي بكر وعمر بهذا الشرط أن أحكم بجميع الصحابة إما بكفرهم وإما بأنهم في الجنة، هذا شرط لا أقبله، أنا أرفضه الآن. تحدث يا شيخ. طيب مش مشكلة الآن، أنا خيرتك خيارات، الآن أسقطت خيارا، أسقطت خيار، قلت لا، لم تقل أنت بأن كل الصحابة في النار، هذا ممتاز ونقبله منك. السؤال الثاني، كم عدد الذين هم في النار ومرتدين، كم عددهم؟ انا هذا لا ربط لها بموضوعنا، نحن نحدد هذا شنو، هذا ما هي الربط بموضوعنا، الموضوع الذي نريد ان نتحدث عنها، هذا لا يضرني، لا اعرف عددهم، الموضوع يكون على ابي بكر عمر وعائشه، لماذا انت تهرب؟ عدد الذين في النار هذا لا يهمني، الله يعلم ذلك. عدد الذين في الجنة لا أعلم، الله يعلم ذلك، هذا لا يضرني. إن مذهبي وأصول اعتقاداتي ليس على عدد أهل الجنة. والله العظيم يا أهل العالم شاهدوا إن الرجل يهرب، إن الرجل يهرب يا خالد الوصابي، يا إن أهل العالم يشاهدون إنك هارب الآن عن الموضوع. الذي ولو كنت أهرب ما دخلت، ما درست هنا على كرسي. أنا الذي اتصلت بك كرارا ومرارا، وهذا فضيحة من فضائحك، تناظرني بهذا الشرط، كم عدد أهل الجنة؟ كم عدد أهل الجنة؟ هل تعرف أنت كم عدد أهل الجنة؟ هل يعرف أبو بكر وعمر كم عدد أهل الجنة من الصحابة وغيرهم؟ أنا لا أعرف ذلك، كم عدد أهل الجنة؟ والله العظيم هذا الله أشهد بالله وأقسم بهذا القرآن، هذا هروب من المناظرة. يناظرني بشرط أنا أقول له كم عدد أهل الجنة من الصحابة، لا أعرف ذلك، لا أعرف ذلك، ولا يضرني الجهل بذلك. طيب طيب الآن السؤال الآن، لكن الموضوع مقبول عندك يا شيخ، الموضوع مقبول عندك، الموضوع المناظرة هو أن أبا بكر وعمر وعائشة في النار، موضوع مقبول عندك؟ قبلت ذلك فلا تفر ولا تغير الموضوع، هذا يكون موضوع المناظرة. اسمع يا رجل، يا فقيه يا عالم، بالخدمة. الآن عثمان مع هؤلاء الثلاثة، انظر إلى هؤلاء والخرج وليس بكافر. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ليش عثمان خرجته؟ لماذا خرجت عثمان؟ لأن كثير من علمائكم، لماذا؟ لأنه عثمان نقدر أن نشمله، لماذا أخرجنا عثمان؟ لأن كثير من علمائكم يشهدون بفسق عثمان، كسيد أبي دعالة الموجودي، إن في الخلافة والملوكية، لأن فسق عثمان قتله الصحابة، هذا واضح جدا، وعثمان دعني أجيب عليك. هل تسمح الآن شوف اختلفنا في موضوع المحتوى. دعني إذا اختلفنا في الموضوع، إن عثمان بن عفان أخنا. إذا تريد أن نتحدث أن عثمان أيضا في النار نتحدث عنه، لا بأس بذلك. أن عثمان أيضا في النار في عقيدتنا وسوف أثبت ذلك. إذا تريد أن تدخله عثمان أيضا في الموضوع. عثمان لا أريد أن أدخل. ماذا؟ أنا أريد أن موضوع عدد الصحابة. عدد الصحابة؟ كم عدد الصحابة الذين تؤمن أنهم في النار؟ ها
هذا لا أعرفه، لا أعرف عدد الصحابة الذين في الجنة ولا أعرف عدد الصحابة الذين في النار، لا أعرف ذلك، وهذا لا يضرني، وهذا العالم يعلم إن ذلك عدد، بل لا يقدر أي عالم يدعي ذلك، ليدعي ذلك يعلم عدد أهل الجنة من الصحابة وعدد أهل النار من الصحابة، لا أعرف ذلك، ولكن عندي قاعدة: من اتبع منهم أمير المؤمنين عليه السلام في الجنة، ومن خالف منهم أمير المؤمنين عليه السلام ففي النار على أمر كبير. نعم. عند أبي بكر الصديق، هل ترى أنه كافر أم مؤمن؟ هذا موضوع آخر، أنا أراه كافرا، ولكن موضوع المناظرة كونه في النار مخلدا، فهذا يثبت كفره أيضا. هذا الآن لا أناظرك على هذا الموضوع، فقد نعين الموضوع يا شيخ خالد، لا تهرب. إن اتصالنا اليوم على تعيين الموضوع، تعيين الوقت، تعيين الشرائط، هل أبو بكر في الجنة في النار كافر مؤمن؟ هذا في المناظرة، هذا يأتي في المناظرة، وأعطيك أدلتي وأنت على الحرية أن تردها. تمضي موضوع الصحابة؟ بل إيه؟ تمضي موضوع الصحابة والمناظرة فيه وندخل في موضوع آخر؟ الموضوع هو هؤلاء الثلاثة، وإذا أبو بكر عمر وعائشة، وإذا أنت لابد من أن ندخل عثمان أيضا، فإذا أردت أربع حتى بحريتك، أنا لا أتكلم عن جميع الصحابة، لا يفيدني. أنا أريد أعرف، أنا يا إنسان يا إنسان، الآن أنا أرى أن أبو بكر في الجنة، أنت ترى أنه كافر؟ أننا سوف نتحدث عنها في المناظرة، وإنك تأتي بأدلتي وأنا آتي بأدلتي، فعليك بالجواب عن أدلتي. بلي أنا أريد أعرف. بلي يا رجل، هي كلمة ورد غطائها، أريد أعرف رأيك في أدلتي. أبو بكر منافق، من أكبر المنافقين في تاريخ البشر، كان كافرا يتظاهر بالإسلام، والآن في النار، هذا هو عقيدتي فيه، الآن في النار، ولكن لا أناظرك على ذلك الآن، أناظرك بعد أن نعين الوقت ونعين القواعد، قواعد والشرائط. بل. فضيحة، قصمت ظهركم، والله العظيم قصمت ظهركم، إنكم بهروبكم اعترفتم على أن هؤلاء في النار، والله العظيم قد علم المشاهدون إن بحروبكم وتجنبكم هذا وبشرائطكم هذا المضحكة اعترفتم أنهم في النار، والله لو كنتم على يقين أنهم في الجنة لما أتيتم بهذه الشرائط المسخرة والسخرية. أين قصمت ظهركم؟ خلاص أبو بكر وعمر اعترفتم أنهم في النار. تريد أن تدخل في عدد الصحابة حتى بل إيه؟ ولا تريد كذا هروب، هروب دائم هروب. ليست أنا قائد هناك الأسد، أنا أتبع أمير المؤمنين حيدر فاتح خيبر، وأنت الذي تتبعه عمر الذي فر من خيبر، فمن هو الهارب؟ أنت هل أنت الآن قل لي هل أنت أنت قل لي هل تقول لي يا رجل هل أنت تقبل؟ هذا موضوع آخر، أنا لا أتكلم عن زواج أم كلثوم ولا شيء، فقد أول نعين القواعد للمناظرة، بعد ذلك بعد عينا القواعد والشرائط، بعد ذلك أنت إيتي ما عندك من الدليل، زواج أم كلثوم أي شيء عندك تفضل بذلك. أنا عندي ما يخصمك بإذن الله، لكن بشرط أن نتفق على موضوع المناظرة. موضوع اتفقنا قلت لا تنقض عهدك ولا تنقض قولك، إنك اتفقنا على الموضوع، هو كفر هؤلاء الثلاثة والأربعة وحضورهم في النار، أنهم في النار، هذا هو الموضوع. لا 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 بشرط، أنت أي شرط تعجز عنه وأنت دليل. السؤال هو أن غير هؤلاء الثلاثة مؤمنين؟ غير هؤلاء الثلاثة مؤمنين؟ غير هؤلاء الثلاثة مؤمنين ومتفقين. أنا جاوبت على ذلك مرارا وتكرارا. ومن هو أكبر؟ يعني عثمان مؤمن؟ جاوبت على ذلك كرارا ومرارا، قلت لك إن الصحابة ليسوا على نهج واحد.
ليسوا على نهج واحد، من اتبع منهم أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من كان منهم الشيعة فهم المؤمنون، ومن كان منهم ليسوا بشيعة فهم في النار. هذا حكمها في الصحابة. ليس بمؤمن، عثمان ليس بمؤمن، لم أقل ذلك. إذا حفصة مؤمنة؟ حفصة ليست بمؤمنة. يا شيخ، يا شيخ خالد، يا مضحكة العالم، يا مضحكة العالم، يا شيخ خالد، يقول لك قولنا في الصحابة من اتبع منهم أهل البيت في الجنة، ومن اتبع منهم غير أهل البيت من الأئمة فهم في النار. هذا حكمنا فيهم. أنا أريد كم عددهم، كم عددهم، كم عدد من؟ كم المؤمنون في الكفار؟ لا أعرف ذلك، لا أعرف ذلك. كم عدد المؤمنين من الصحابة وعدد المرتدين منهم؟ لا أعرف ذلك، لا، ولا يجهلني ولا يضرني الجهل بذلك. حيدر حيدر حيدر، الظفر الظفر الظفر، الفتح الفتح الفتح، الحمد لله رب العالمين، هذا هو الفتح خلاص. حيدر حيدر، فتح خيبر، الحمد لله. تفضل. ليس الهروب، أنا قائل، أنت الذي تهرب، هذا شروطك سخرية. كم عدد أهل الجنة؟ كم عدد أهل الجنة؟ هذا شرط، من أين جئت بهذا الشرط؟ إن هؤلاء الثلاثة ماذا؟ إذا هؤلاء إما الثلاثة مؤمنون كفار مفسدون. إن هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعائشة. يا خالد الوصابي فضيحة والله لكم يا أولاد. خلاص، هؤلاء كفار صح؟ إن أبا بكر، موضوعنا موضوعنا أن أبا بكر وعمر وعائشة في النار في النار في النار، هذا موضوع المناظرة. كفرهم هذا موضوع آخر، لازم يكون له بحث آخر. موضوع الذي اتفقت عليه أنا وأنت إلا أنت تنقض قولك، هو أنهم في النار. هذا الموضوع اتفقنا عليه. في هؤلاء الثلاثة بشرط غلق، هو بشرط ماذا؟ غلق. أي نعم، لقد غلق. تفضل. غلق التليفون. تليفون موجود، تفضل. هذا هذا هو. تفضل. غلق التليفون. تليفون موجود، تفضل، أسمع صوتك. أي فرار فرار. نعم يا شيخ، شيخ شيخ راح، شيخ قطع. من الذي هو فر عنا؟ من الذي قطع علينا الاتصال؟ سماحة الشيخ خالد الوصابي، فنتصل إليه مرة أخرى على رقمه الخاص. وإخواني الأعزاء، إنكم لاحظتم هذا الشيخ يقول ما هو بلي، نقول له ما هو بلي الموضوع يتفق عليه، بعد ذلك يقول كم عدد أهل الجنة من الصحابة وعدد أهل النار من الصحابة. أناظر معك بهذا الشرط. يا شيخ شيخ، لا تقطع ولا تهرب منا. لم نقطع وأنتم قلنا دقيقة، أتصل بك من خط. لن أقطع، والمجاهدين يرون على الصبر المباشر ويرون مرتب حلول. صوتك خراب يا شيخ. والله صوتك خراب يا شيخ، صوتك جدا خراب. أنا لا أهرب، إذا عندك شرط آخر فتفضل يا شيخ. هل عندك شرط آخر؟ دقيقة دقيقة، صوتك خراب، أنا أتصل بك مرة أخرى مرة أخرى، لأن صوتك خراب جدا، صوتك ليس بواضح يا شيخي. اعترفت يا خالد البصابي بأن هؤلاء الثلاثة في النار، بما أنت إنك فررت وأتيت بشروط غير معقولة. شروط غير معقولة، هذا أدل دليل إلى أن نعم يا شيخ. شيخ نعم، تفضل.
تفضل يا شيخي أيها الفاضل. السؤال لك الآن، إذا كنت تريد موضوع المناظرة في هؤلاء الصحابة، فإن تقول أن بقية الصحابة مؤمنون ولهم في هؤلاء الثلاثة فقط، وإن تقول أن بقية الصحابة حيث مؤمنون، فإذا فنحددها من الصحابة، وإن تريد أن نقول في شيء حتى تجهله. شيخ الفاضل، إنك تعرف عقيدة الشيعة في الصحابة جيدا، إن لا نقول بكفر جميعهم ولا نقول بإيمان جميعهم، وإننا نقول إن الصحابة، أنا قلت لك كرارا ومرارا، دقيقة شيخ اسمع لي جيدا، إننا نقول بالصحابة من اتبع منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فهم أهل الجنة، ومن لم يتبع منهم سيد المسلمين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فليس من أهل الجنة. فلا يا حسن، نعم يا حسن، يا حسن، نعم يا حسن، يا خالد، الآن فقط تبص بصا مباشرا ولا يسمع المشاهدون الكرام تليفوني، فأرجو أن تتصلوا بالقناة وبإشكال يتصلون به ونحن مباشرة. تريد أن أتصل برقم القناة، برقم القناة الخاصة على شاشة الصفا في الهواء؟ أنا ليست عندي رقم قناة الصفا على الشاشة، شاشة لا يظهر في أمريكا، قناة الصفا لا يظهر في أمريكا. شيخ لحظة، خلي المذيع يعطيك رقم قناة الصفا لأننا نبث الآن على الهواء. يلا تفضل، ما هو رقمكم؟ تفضل الآن رقم على الهواء 002 بلى 002 اي نعم 3 8 5 اي نعم 9 3 7 02 الان اتصل بك 02 مره ثانيه نعم كتبت 02 اي نعم كتبت 02 بلي الان ابقى على الخط معي نسمع حتى يدق ام لا 3 بلي 002 02 3 8 5 5 5 9 3 7 نعم كتبت ذلك دقيقه ابقى على الخط فإني اتصلت بكم من جهاز آخر. دقيقة. تفضل. ابقى على الخط، أنا الآن الاتصال جاري. هذا يطلع مشغول. هل يمكنكم أنتم تتصلوا بنا؟ يعني أرجوك يمكنكم، أنا في نفس الوقت أحاول. حاول 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 تتصل مرة ثانية. صفر صفر اثنين. بلي. صفر اثنين مرة ثانية. أي 3 8 5 5 5 9 3 7 بلي. كانت مكتوب موجود عندي من السابق موجود. أعطاني صاحبك بالصبح الرقم فموجود عندي. طيب. فالآن أنا أتصل بك من هذا الجهاز. ومن جهاز لا بأس من جهاز آخر أيضا. تفضل. هذا يدق يلا أجيبوني. خب اجيب ارفعوا التليفون. جهاز ايضا اتصل بهم من جهازين في نفس الوقت هم لا يشيلون.
لا يجيبون، يدق ولكن لا يجيب. أجيبوا يا أيها قناة الصفا. لاحظوا شرطهم، إننا نناظرك على هذا الموضوع كون أبي بكر عمر عايشة في النار بشرط أن تقول باقي الصحابة هم كلهم في الجنة أم كلهم في النار. ليس عقيدتي هذا، كلهم ليسوا في الجنة، كلهم ليسوا، بعض منهم في النار بعض منهم في الجنة. لماذا لا تجيبون؟ أنتم اتصلوا بي. إخواني الشيعة لا يتصلوا لمدة دقائق حتى إذا هم أرادوا أن الاتصال بنا يكون الخط فارغ لهم. بارك الله بكم. هذا الأرقام يا قناة صفا إني كأعطيتني إنه يدق ولكن أنتم لا تجيبون. وهناك يمكن التصلين كثيرين على قناتهم فعليهم أن يجيبوا. إخواني الشيعة من العراق لا يتصلوا بنا لمدة دقائق حتى أنا أخلص مع هذا الرجل. الشيعة بارك الله فيكم في أي مكان أنتم لا تتصلوا بنا. الكنترول أجيبوا التليفونات، انظروا هل هم يتصلون بنا أم لا. فقط انظروا هل القناة الوصال. يا وصال أنا اتصلت بكم هذا الرقم الذي أعطيتموني، فالأفضل أنا أتصل برقم الذي كنتم عليه شيخ خالد الوصال. نعم يا شيخ. شيخ سلام عليكم. خليك معايا، خليك معايا شيخ خالد. طيب ثانية واحدة شيخ، يعني استثناء الشيخ شيخ حسن. نعم نعم تفضل يا شيخ حسن معك. وكان الأمر هو طرح موضوع المناظرة وقد اقترحته موضوعا، سنكرر الآن الموضوع على المسلمين. معك دكتور الشيخ حسن تفضل. بارك الله فيك. إنا اتفقنا على الموضوع، الموضوع متفق عليه، بقي شرائطكم لأن الشيخ اتفق عليه إلا أن ينقض عهده وقوله. فقد اتفقنا إنه قال مرارا وكرارا وسمعه الناس إنه قال سوف يناظرني على هل عائشة وأبو بكر وعمر في النار أم ليسوا في النار. فالموضوع اتفقنا عليه، بقي شرائطكم، إذا عندكم أي شرط للمناظرة فتفضلوا نستمع إليه.
شكرا لك. اذا الشيخ يطلب يطلب منك ان تكون المناظره في ان سيدنا ابا بكر وان سيدنا عمر وان ام المؤمنين السيده عائشه في النار. هل تقبل هذا الموضوع؟ لكن دعني اسال الشيخ سؤالا. شيخ هل يطير يا شيخ حسن؟ نعم. هل يطير ان يتخذ الموضوع الى عموم الصحابه؟ عموم الصحابة أخي الجليل ليس عقيدتنا أنهم جميعهم في النار أم جميعهم في الجنة. عقيدتنا فيهم قلت لكم إن عقيدتهم في جميعهم هو من اتبع منهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأطاع أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم أهل الجنة، ومن لم يكن بهذا الوصف فليس من أهل الجنة. هذا عقيدتنا في بقية الصحابة. بلي في بقية الصحابة. فلا تطلبوا مني شرطا هذا بأن أحكم بأجمعهم في النار أو أجمعهم في الجنة، لأن هذا ليس بعقيدتي. تفضل. ليش حسن باقتراح بسيط ما ألفت علمكما، لكن اسمع بالاقتراح. إذا الشيخ حسن يقول إنه ليس من عقيدة الشيعة أن كل الصحابة ولا حتى جل الصحابة في النار، ومن لماذا لا نناقش هذه العقيدة؟ أحسنتم، إنني لم أسمع كلامك جيدا. دعني أتصل بنفس الرقم من تلفون آخر. دعني، لا تقطع علي، لأن لكي هذا التلفون الذي أتحدث أنا ليس صوتك واضح بكثير. دعني إذا تسمع بالدق فأجب علي، إذا دق عليك التلفون فأجب علي. هل أنت معي على الخط يا شيخ؟ أنا أقطع هذا وأجبني على خط آخر، أجبني على ذاك التليفون الآخر. إذا دق عليها التليفون الآخر أفضل. صوته ليس بواضح، لا أدري ما هو السبب. إما هاتفه، هذا هاتفه نقال شخصي مال الشيخ خالد، احتمال من هذا هو السبب. صوته ينكسر ينقطع ويتصل، فأحاول من تليفون آخر. هذا لا يفيد. بلى. السلام عليكم. عليكم السلام. عفوا تفضلوا ملي، أنا معكم الشيخ قناة أهل البيت. ليس أنا بالخدمة، إذا أنتم عندكم أي شرط للمناظرة فاطرحوه الآن، وإلا أنا أطرح شرائطي للمناظرة. لا قبل شرط، قبل شرط. أي نعم يعني تفضل. قلنا لما لم نوسع دائرة النقاش. هل يمكنك أن تعرف نفسك؟ إنا عرفنا على الشيخ الوصابي. من اسمك الكريم يا أيها الفاضل؟ لنا حق أن نعرف من نتكلم معه، لنا حق وللمشاهدين الكرام الحق. من الذي هو يمثل الشيخ الوصابي الآن، ومن الذي يمثل قناة الصفا الآن؟ من أنت؟ تعرف نفسك، من حقنا أن نتعرف عليك. بلي. أنتم الآن تقولون إن معتقدكم ان الصحابه في مجملهم ليسوا كفارا. صحيح. ان الصحابه في مجملهم ان الصحابه ليسوا في حكم واحد في السعاده والشقاوه. صحيح، هذا عقيدتنا. هذه عقيدتكم. فماذا لا تناقش هذه العقيده؟ نناقش في هذه العقيده لاننا اذا اثبتنا من خواص الصحابه، من أجلاء الصحابة، منهم أبو بكر وعائشة وعمر، إذا ثبت أنهم في النار فإن هذا عقيدتنا بالتالي يثبت. وإننا لا نريد أن نغير الموضوع على عموم الصحابة. دعني دقيقة، على عموم الصحابة، لأنه دقيقة أجيب عليك، لأن السؤال هو هذا، لماذا لا نتكلم عن عموم الصحابة في هذه العقيدة؟
لأن كل الصحابة ليسوا في الجنة وليسوا كلهم في النار، وهم يقولون كلهم في الجنة، لماذا لا نتحدث عن ذلك؟ لأننا إذا تحدثنا بذلك هذا الموضوع في نهايته يثبت بعض الصحابة في النار، فإن هذا لا يبطل مذهبكم، فإن هذا لا يثبت للناس من هو على النهج القويم على الصراط المستقيم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالعكس، إذا تكلمنا على هل أبو بكر في النار تبقى أحاديث الشريف وتبقى آيات القرآن الكريم، وهل عائشة في النار وهل أبو بكر في النار، فإذا أثبتنا أنهم في النار أو أثبتتم أنتم أنهم في الجنة، كلا الأمرين هذا إما يثبت أن نهجكم صحيح ونهجنا باطل. وأما إذا ثبت تكلمنا عن جميع الصحابة فإن هذا ليس له فائدة كثيرة وفائدة شاملة. أما بالعكس إذا تكلمنا عن أبي بكر وعمر وعائشة، فإذا أثبتنا أنهم في النار فبالتالي يثبت أن الصحابة منهم بعضهم في النار ويثبت عقيدتنا، وأيضا يبطل مذهبكم. بالعكس، إذا أنتم أثبتتم أنهم في الجنة يبطل مذهبنا، فهذا له فائدة كثيرة. نعم، لابد واحدا من ولا تفرق، لأن الشيخ جناب الشيخ اتفق على الموضوع، وهذا من نقضكم لأحودكم، تعلمتموه من عمر وتعلمتموه من عائشة، تنكثون نقضكم. الآن قبل 20 دقيقة قال الشيخ خالد الوصابي مرارا وكرارا سوف يناظرني على هذا الموضوع، وأنت الآن تريد أن تغيره؟ ليس هذا إلا الهروب. تفضل. نحن الآن الكلام لي، أنا أتكلم وأفكر. أولا أقبلك بشيء، أنا قلت أنني اتفقت على الموضوع لكني اتفقت على شرط واحد، وعندما تعرضت لشرط أنه ينقض أساسيات الموضوع حقه كله. أنا قلت لك مستعد أن أناقش أبي بكر وعمر وعائشة شرط، إذا قلت أن نقيت على كلهم في الجنة ليست مشكلة إلا بسلام، لكني أعرف أن اعتقادك وكلمتك بالعكس تماما. إنك هذا الناس يعرفون ويذكرون قبل 20 دقيقة هذا نص كلامك، إنك تناظرني على هل أبو بكر وعمر وعائشة في النار أم لا، ولكن الآن بما إنك تعرف إن أدلتي قوية جدا، إنك تعرف يا شيخ، إنك رأيت محاضراتي في اليوتيوب ورأيت محاضراتي في هذا القناة، تعرف جيدا إن أدلتي قوية جدا. الآن إنك نادم لماذا قبلت ذلك، فالآن تريد أن تغير الموضوع وتقول لا نتحدث عن جميع الصحابة، لا شغل لي بجميع الصحابة، أتحدث معك على أبي بكر وعمر وعثمان، وإنك أعطيتني قولك، فإذا أنت الرجل وأنت مسلم فأنت ابقى على قولك وناظرني على أن أبا بكر وعمر وعثمان هل هم في النار هم هم في الجنة. تفضل، لا تغير الموضوع، وأنا أعرف لماذا تغير الموضوع، لأنك تعرف جيدا أنني أثبت بقوة وبدليل أدلة كثيرة، ليس بدليل واحد، بأدلة كثيرة أنهم في النار، تعرف ذلك، ولأجل ذلك لا تريد أن تناظرني. الآن ندمت، لأنهم ناصحوك وقالوا لك وعلموك أصحابك، لا تناظروا على هذا الأمر يا شيخ. تفضل. أقول الشيخ الروفابي وافق على المناظرة. أنت ماذا اسمك؟ أنت علمني على اسمك، من أنت؟ من أنت؟ أفق الشيخ خالد الوصابي الآن على أن يناظر في المسألة التي تحتها. أنا هذا الموضوع، هل كل الصحابة في النار أم كل الصحابة في الجنة؟ لا أناقش، لا أضيع وقتي على ذلك، لا أضيع وقتي على ذلك، لأن ليس له فائدة كثيرة. مسألة إمامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مهم، الخلاف الأساسي بيننا وبينكم مسألة الوصاية والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم تكن أبو بكر وعمر وعائشة في النار في الجنة فخلافتهم باطلة، فهذا يثبت مذهبنا ويبطل مذهبكم. أما جميع الصحابة بصر بن أرطاب وهذا أبو موسى الأشعري، هذا لا فائدة أهلهم في النار أم في الجنة. بلي، هذا فرار إخواني الأعزاء. والله العظيم أنا أقول للشيعة وللعمرية جميعا، لو الشيخ بدل رأيه ونكث قوله إنه لا يناظرني على أن أبا بكر وعمر عائشة لهم في النار أو لا، نحن نحتفل، والله العظيم نحتفل هنا في هذا القناة احتفال وإثبات كفر أبي بكر وعمر وعائشة وأنهم في النار، نحتفل ذلك، وهذا لنأخذ منكم كالإقرار على أنهم في النار. فلا تغير قولك ولا تنقض أحدك يا شيخ خالد الوصابي، ناظرني على هذا الموضوع، هل عائشة في النار؟ هل عمر في النار؟ هل أبو بكر في النار أم في الجنة؟ ناظرني على هذا الموضوع.
يا رئيس هذه هل تفهم علي أن أنا مستعد لما يعلم يا مسلمون أن أنا عن المناظرة في الثلاثة، لكن كيف أعرف رأيهم في كثير هذا؟ سكنها ثلاثة في الجماعة، ما هذا؟ أو بعدين يطلع ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس، مذهب الشيعة مذهب أنت أن الصحابة ارتدوا إلى ثلاثة، ثلاثة مؤمنون فورا. أنا أقول لك شيخ أنا الصحابة كم عددهم من أهل الجنة كم عددهم من أهل النار هذا لا أعرفه ولا يهمني ذلك ولا يثبت الحق بمعرفة هذا العدد، وهذا شرط منك مضحكة جدا جدا. ناظرني على الموضوع الذي اتفقت عليه. موعدنا ليكون موعدنا الثلاثة يا موضوع الثلاثة، هل الثلاثة في النار أم لا؟ موضوع هو هذا اتفقتم؟ لم أفهم، كرروا، هل اتفقتم على أن موضوع المناظرة هل عائشة أبو بكر عمر في النار؟ هل اتفقتم على ذلك أم لا؟ موضوع المناظرة عن عائشة وأبي بكر وعمر وصحابة. لا ليسوا صحابة، أبو بكر عمر عائشة فقط هؤلاء الثلاثة، أو إذا أردتم عثمان أيضا، الصحابة بأجمعهم لا شغل لنا بهم، بذلك هؤلاء الثلاثة. إذا أردتم عثمان فالأربع تفضل، هل تريدون ذلك؟ لأنه يتوقع لنا على عائلتهم أن كل الصحابة إن علي بن طالب وإثبات وعمار لا لا يهمني الآخرون منهم بصر بن أرطال أبو موسى الأشعري عبد الرحمن بن عوف، لأن ليس لهم جلالة ومنزلة عندكم كما لأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة. لأجل ذلك إذا أثبتنا ذلك فالتالي يثبت بالطبع. ليس موعد، لم نعين الوقت. فأولا أنتم لا عليكم بالاعتراف مرة أخرى إقرار إنكم قبلتم الموضوع. هل قبلتم الموضوع؟ ليس ثلاثاء، لا 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 أريد الثلاثاء القادم. لا لا أتكلم عن الوقت الآن. يا شيخ لا تعين الوقت من تلقاء نفسك. أنا هو المناظر المخالف لكم، لازم أقبله أولا بعد ذلك أقول ثلاثة. لم أقبل بذلك. أولا الموضوع أريد النص منك، أريد أن أسمع النص، ويريد أن يشهد المستمعون النص. إنكم أقررتم بأن موضوع المناظرة يكون أبو بكر عمر وعائشة في النار، هل قبلتم ذلك؟ شيخ خالد اتفقنا على مبدا المناظره على ان يتم تعيين الوقت بالاتفاق، ويعني باذن الله تعالى في هذه المناظره الزميل محمد الصقر. لا اعرف شيخ، واكدنا عليه مكان نقدم للمشاهدين. هل يمكننا يا شيخ هل يمكن أن نستمر هذا الكلام غدا؟ نستمر هذا الكلام غدا من هذا الموقف الذي نتركه الآن، نتحدث ونستمر هذا حتى نعين قواعد المناظرة، تقسيم الوقت وتعيين الوقت والشرائط عندكم وعندنا. هل يمكن نتكلم حول هذا الموضوع غدا؟ نطرحه الشيخ حسن لا لا أنا لم ليس كلامكم مفهوم لي يا شيخي يا أخي. إن اتصال هذا صوتكم لا يأتي بسهولة، وصوتكم ليس بمفهوم واضح جدا. أنا أريد أن أتحدث معكم حول مقدمات هذه المناظرة. دقيقة شيخ، إنه قطع التلفون. هذا هو الهروب والتجنب، أن مناظرتي الشيعة على أبو بكر وعمر وعائشة في النار أم ليسوا في النار، هذا هو الفرار، هذا هو الهروب. بلي
أولا يقرون مرات وكرات، على الأقل مرتين أو ثلاث مرات قال الشيخ خالد الوصابي هو بل يناظرني على هذا الموضوع. بعد ذلك ندموا على ذلك لأنه وبخوه على ذلك، قال له كيف تناظر قناة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهم يثبتون أنا عايشة في النار؟ لأنهم رأوا مناظراتي في اليوتيوب وفي هذا القناة في البث فيعرفون ذلك، فندموا لأجل ذلك، يريدون التغيير للموضوع. كم عدد أهل الجنة من الصحابة؟ لا لا أعلم ذلك. هل أنت تعلم يا خالد الوصابي كم عدد أهل الجنة من الصحابة؟ كم عدد الصحابة بأجمعهم؟ لا يعرف أحد كم عدد الصحابة، ليس بمحدد. هذا سؤال عجيب، كم عدد أهل النار منهم؟ لا أعرف ذلك، وهذا لا يضرني الجهل بذلك، هذا الله يعلمه وحبيبه صلى الله عليه وسلم يعلم وأمير المؤمنين عليه السلام يعلمه، أنا لا أعلم، وهو الشيء الأساسي. ونثبت على أن هؤلاء رموزكم في النار الآن من كتبكم، ليست من كتبنا، من كتبكم ومن القرآن الكريم، نثبت لكم ذلك. فيا قناة الوصال، يا قناة صفا، يا قناة وصا، ويا شيخ خالد الوصابي وهذا الرجل الذي كان يمثله، أخاطبكم الآن وأقول لكم إننا فقد اتفقنا على موضوع المناظرة، أما وقت المناظرة وشرائط المناظرة هذا لم نتفق عليه، فقد اتفقنا على تعيين. فأنا أريد أن أتصل بكم غدا إن شاء الله بخط واضح، يكون الاتصال صوتكم واضحة، يأتي إلينا واضحة لكي يعرف الناس ماذا هو يكون بيننا من التوافقات حول شرائط المناظرة. لازم أن بل نحدد الشرائط، وكنتم بل هذا الذي أنت قلت يا شيخ خالد الوصابي يدير المناظرة أحد منكم، هذا هذا لا يكون مقبولا عندي، لا يدير هذا المناظرة إلا أنا وأنت، وفي البداية نقسم الوقت 5 دقائق لا 5 لي، أو 10 لك أو 10 لي، أو 7 دقائق لك 7 دقائق لي، فهذا يكون الأسلوب. وإن شاء الله العزيز هذا سهل، أنت واحد من جماعتكم يجلس، لا يجلس على الكاميرا، خلف الكاميرا ويقول لك متى خلص الوقت، وكذلك أنا إما أنا أحدد الوقت أو أحد الإخوان في الكنترول يحددون الوقت لي ويبلغون لي متى خلصت وقتي أو خلصت وقتكم، وسوف تجدون إن شاء الله فإني أنصفكم في الوقت، أنصفكم في الوقت ولا أخصر الوقت عليكم ولا أقصر وقتكم إن شاء الله، هذا يكون بيننا وبينكم. وأما هناك شرائط أكثر، من أهمها عدم الخروج عن الموضوع، عدم الخروج عن الموضوع، والمخاطب لازم أن يجيب بأسئلة المخالف. إذا أنا سألتك سؤال يا شيخ خالد لازم أن تجيب سؤالي بالدقة، لا تقول شيء آخر، أنا أسألك عن شيء وأنت تجيبني عن شيء آخر، لا تفعل ذلك، فهذا يكون. وأنت كذلك إذا سألتني سؤال مثلا هل أنا أؤمن بالتقية، هل أنا أؤمن بتحريف القرآن، ما يكون في داخل الموضوع ولها ربط بالموضوع، أي سؤال طرحته أنا أعطيك قولي، أنا أعطيك السؤال بالدقة، بالدقة بالضبط على سؤالك الذي أنت طرحته أنا أعطيك، وكذلك أتوقع منك نفس الشيء. هذا هو شرائطي للمناظرة، هناك ربما يكون شرائط أخرى أكثر، منصف لكي يكون المناظرة منصفة ونصل إلى نتيجة، أطرحوا الشرائط غدا، وأنتم أيضا عندكم شرائط اطرحوها غدا، وأنا أعطيك يا شيخ خالد الوصابي هذا سهولة، أنت إيتي بما شئت من المشايخ معك، من المشايخ معك يساعدوك في التحقيق، يساعدوك في الأمور، وإذا أرادوا أن يتكلموا من جانبك في وقتك فليتكلموا، هذا أنتم تعالوا ب10 مشايخ وأنا آتي إن شاء الله بوحدي إن شاء الله، لأنني تابع لمن؟ للحيدر سلام الله عليه، سلام الله، أنا وحدي يكفيكم وحدي يكفيكم الحمد لله كفى الله المؤمنين القتال بأمير المؤمنين سيد المسلمين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فهذا هو إخواني الأعزاء، الآن أجيب على الاتصالات. سلام عليكم، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أختي الفاضلة، تفضلي. يا شيخنا الكريم، نعم، إذا كان هذا هو شأن علمائهم فيا للفضيحة ويا للعار. أحسنتم. إذا كان خالد الوصابي عنده دليل واحد أن أبو بكر وعمر وعائشة في الجنة، لماذا لم يقل لنا هذا الدليل؟ لماذا تحدث وذهب إلى هنا وإلى هناك ويقول الصحابة كلهم في النار أم كلهم في الجنة أم نصفهم في النار أم نصفهم في الجنة؟
والله العظيم إن الأطفال الصغار لا يتكلمون بهذا الكلام. أحسنت. وإن والعمريين لقد شهدوا العمريون ما هو شأن علماؤهم. بارك الله فيك. قبل حلقتين من هذه الحلقة أحد المتصلين قال لك إذا كان علي بن أبي طالب عندما هاجموا بيت الزهراء ولم يقتلهم ولم يحاربهم فكيف هو يهتدي به وهذا هو شأنه؟ فأنا أقول له إن أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أقوامهم يهينونهم ويعذبوهم، ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ضرب بالحجارة ولكنهم كانوا يصبرون من أجل الرسالة الإلهية. فهل هذا يعني أن الأنبياء لا يستحقون أن نهتدي بهداهم؟ فالأنبياء كانوا يصبرون وكذلك الأوصياء. وأنت تعرف أيها الأخ المتصل أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان أشجع المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا تسمع كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله، وضربة علي يوم الخندق تعادل عمل الثقلين، ويوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله قرار غير فرار يفتح الله على يديه. فهذا هو علي بن أبي طالب وهو الإيمان كله. ألا تستحي أيها المتصل أن تقول كيف أنا أهتدي به وهو الإيمان كله؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وكفى بالله، والقرآن يشهد ويقول وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أنت لا تهتدي بمن هو عنده علم الكتاب ولكنك تهتدي بالصم البكم الذين لا يعقلون. ولقد أثبت يا شيخي الجليل أن قاعدتك التي أنت أسستها عندما يكون عمري لا يكون عقل، وعندما يكون عقل لا يكون عمري. بلي. وسمعت العرعور الشيخ العرعور يقول لأحد المتصلين الشيعة يحاوره ويقول له إذا كان الإمام الحسن عليه السلام هو من المطهرين ومن المعصومين والدليل على ذلك آية التطهير، نشكركم نشكر وقتك أختي وقتك خلاص. أشكركم بارك الله فيك. أوكي. استفدنا من كلامكم، الله يرفع قدركم. سلام عليكم، تفضلوا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله، تفضلوا. يا أخي هذا الشيخ الوصابي لا يمثل أهل السنة والجماعة، ما يمثلهم، هذا لا يفهم شيء أخي. عليكم بإحضار واحد آخر يفهم. ماذا نفعل يا أخي؟ يا أخي ما هذا السؤال؟ ما أسماءهم وما عددهم وكم الأولاد عندهم في الجنة؟ من هو يعلم من في الجنة ومن في النار؟ الوصابي، أنا أسألك أخي، أنا من أهل السنة والجماعة، أنت كيف تعلم من هو في الجنة ومن هو في النار؟ ما هذا السؤال؟ بارك الله بك. نشكرك.